تنفس الجميع الصعداء وانفرجت الأزمة بعد نحو 4 أشهر من الصراع السياسي إثر الانتخابات التشريعية. أخيرا الحكومة ترى النور. منح البرلمان حكومة إلياس الفخفاخ الثقة ب 129 صوتا واعتراض 77 ومحتفظ واحد. إن شاء الله نحط كل ما في عندي أنا والفريق اللي معايا من أجل أن تونس ترتقي، من أجل أن العدالة الاجتماعية تتحط في البلاد، أن الكرامة نعطيها مضمون، أن الجهاد المنسية نتلهاو بها. رئيس الحكومة السيد إلياس بهذه النتيجة الطيبة يعني يعتبر ضمن التجاذبات السياسية الحاصلة النتيجة التي حصل عليها نتيجة مشرفة. حكومة بنفس ثوري تترجم إرادة الناخبين لما انقلبوا بالصندوق على المنظومة، هكذا يقول الفخفاخ. هي تحسب سياسيا على الرئيس قيس سعيد وعلى شرعيته الانتخابية بما أنه اختار رئيسها وفق الدستور. أما الائتلاف الحاكم الجديد فيقول إنه لأول مرة تتوفر في البلاد إرادة سياسية للتغيير. وضع صعيب، ما ناش باش نبيعوا الوهم للتوانسه ونقولوا لهم راهو المشاكل نتاعكم كل اللي هي هيكليه باش نلقاو لها حلول سريعه، يلزمها حلول هيكليه، ولكن في انتظار الحلول هذه يلزم ثم اولويات تمس الواقع المعيشي للتوانسه، والحكومه هذه يلزم تركز عليهم لاعاده نوع من الامل وثقه في مؤسسات الدوله. انتظارات شعبيه كبيره من حكومه الياس الفخفاخ اقتصاديا واجتماعيا، ويبقى دورها محوريا في تجنيبها البلاد حل البرلمان والمرور إلى المجهول. بنيل حكومة إلياس الفخفاخ الثقة تكون تونس قد تجاوزت أزمة سياسية غير مسبوقة، حدث سيعيد الاستقرار السياسي إلى البلد ولو بتفاؤل حذر. فتح الفالحي، ميديان تيفي، تونس.